سارة، رغم انت بعد جيده بهذا المجال بس عليك لغط، هواي ناس تحاربك يعني بهذا. مرحبا لك سامي. احنا عندنا بالعراق اي انسان ينجح لازم يتحارب، يسوون اشياء فوق ما تتخيل ويدفعون مبالغ فوق ما تتخيل وسحوره وسوالف تعبانه سحورة؟ بحيث اني القى يوميا معدل كل 3 ايام هيجي لو فد شيء بباب الصاله مرشوش مبين، لو مثلا القى هاي السوالف اوراق وما اوراق وسوالف طلسم ملسم. منو يسوي هاي الامور؟ يدزون بنات تطبب حجة تسوي شيء يذبها بالصالات. اكو ناس تحاربك انك مرأة تشتغلين بهذا المجال، مجال التجارة؟ كلش رجال؟ اي شلون تصير محاربة؟ يريدوني الهم يضموني لمجموعة من يعني مراكز كبيرة. اي من هنا اني ارفض اتحارب. يطلعون هاي الاشاعات اللي انت تقول عليها، واي امور طلعوها عليها وهي كلها شيء. اليوم شلون هالمنافسة بين البلوجرات والفاشينيستات والميك اب ارتست؟ يعني انتم صرتوا محسوبين كلكم على شيء واحد انه مشهورات سوشيال ميديا، لان الكل صار يسوي ميك اب، مو صحيح؟ شلون هالعلاقه بينكم؟ انا من اسافر واشوف برا هنا اجي صدمه. انا قاعده ويا هوايه مشاهير عرب، يعني بيروت او دبي او شيء، رقي على نزاكه، على يهتمون بعطرهم بادق التفاصيل هالبسيطه اللي مو الا اخلي كومه مكياج واسوي شعري.